رحت اليوم بالمحل الآسيوي ولك شو جبت معي؟ أنا مصدق إني لقيت منهم. يلي بقلب هدول الأكياس هن عبارة عن طحالب، على الأغلب اسمهم كان ورق النوري، وعنا هون في منهم ثلاث نكهات، فيلا خلينا نفتحهم ونجرب طعمتهم سوا. أول شي خلينا نجرب هاي الخضرة، هاي الخضرة طعمتها الكلاسيك العادية. يا رب سبحان الله ليكو شكلها قديش حلو. يلا خلينا نجرب الطعمة ونقول بسم الله. فيها شوية سكر بس جدا 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 طيبة. يلا خلينا نجرب الثانية، الثانية بطعمة الباربيكيو يعني المشاوي. أتوقع شكلها من جوا نفس هذيك الأولانية. في كمان قطعة ناقصة، وينها؟ ليك هي القطعة الثانية. يلا نجرب الطعمة ونقول بسم الله. فيها شوية حدودية بس جدا طيبة. ويلا خلينا نجرب آخر واحدة بطعمة الحد، والله يستر شكلها من جوا نفس يلي قبلها. يلا نجرب آخر واحدة ونقول بسم الله.